السلام عليكم طلاب الصف الثاني الثانوي، معاكم مسيو جميل. إن شاء الله هنبتدي النهاردة أول حصة في المنهج بتاعنا. أول وحدة معانا اسمها لو كلاب دي سيتادان. لو كلاب دي سيتادان، لو كلاب زي ما احنا عارفين من السنة اللي فاتت معناها مجموعة أو نادي. سيتادان بمعنى سكان المدينة، يعني الوحدة معناها مجموعة أو نادي سكان المدينة. خلال الوحدة دي هندرس إيه؟ أول حاجة هناخدها وهي ديكخير أن كارتيه، يبقى أول هدف معانا من الوحدة الأولى اللي إحنا نعرف إزاي نوصف الحي السكني. ديكخير بمعنى يصف، كارتيه اللي هو حي سكني. طب تاني نقطة، ديكخير أون فيل، ديكخير أون فيل، إحنا نوصف مدينة، فيل بمعنى مدينة. ثالث نقطة، أنديكي أن إتينيغير، أنديكي أن إتينيغير. انديكي بمعنى يشير إلى أو يحدد، اتينيغير معناها خط السير. فنعرف إزاي نوصف خط السير ونعرف الاتجاهات ونحدد الطريق وكده. آخر حاجة معانا وهي parler des professions، parler des professions، parler بمعنى يتكلم أو يتحدث، profession اللي هي المهن. تمام، النهارده ان شاء الله هناخد الفوكابيلاري الخاصه بالوحده الاولى. زي ما احنا عارفين ان في بدايه كل وحده بيبقى في موجود مجموعه من الفوكابيلاري او مجموعه من الكلمات، تبقى عباره عن مقدمه للثلاث دروس اللي في الوحده. فانا حاولت في الفيديو ده ان انا اجمع معظم الكلمات الموجوده في الكتب الخارجيه بحيث ان تبقى كل الكلمات موجوده في فيديو واحد. دي ان شاء الله اول حاجه معانا هي النون ماسكولان. النون ماسكولان اللي هي اسماء المذكرة. زي ما احنا عارفين ان الاسماء بتختلف في النوع ما بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، يعني في ممكن تبقى الكلمة مذكورة او مذكر في العربي وفي الفرنسي تبقى كلمة مؤنثة والعكس. عشان كده لما نيجي نحفظ الكلمات لازم نحفظها بالمحددات بتاعتها، يبقى قدام كل كلمة يبقى فيه موجود محدد، فلازم نحفظ الكلمة بالمحدد عشان تيجي على طول في الامتحان، المحدد خصوصا. تمام يا شباب، اقرأ الكلام الفرنساوي وتتابع المعنى بالعربي. أول كلمة معانا هي أن كارتيي، زي ما عرفنا إن الأن ده المحدد بيدل على الكلمات المذكورة اللي هي الكلمات المذكرة. يبقى أن كارتيي، أن سيتادان، أن سيتادان، أن فيلو، أن فيلو، أن فو، أن فو، أن ليو، أن ليو، أن ميدسان، أن ميدسان. Un acteur, un acteur, un chemin, un professeur, un arbre, un hôpital, un parc, un panneau, un déguisement, un déguisement, un thème, un problème. دي كده الكلمات المسكولان زي ما قلت اللي بنحفظها بالمحدد. بعد كده عندنا النون فيمينان اللي هي الأسماء المؤنثة. زي ما احنا شايفين إن المحدد اتحول لإن، لأن الإن هي المحدد الخاص بالكلمات المؤنثة. تمام؟ أول كلمة معانا وهي une invitation، une invitation، une adresse، une adresse. بيقصد هنا العنوان اللي هو عنوان المكان أو المدرسة المنزل كده، مش عنوان المجلات ولا الكتب. تمام، الأدريس بمعنى عنوان اللي هو الخاص بالأماكن. تالت كلمة une fête، une fête، une carte، une carte، une humeur, une humeur, une entrée, une voiture, une rue, une surprise, une profession, une bibliothèque. Une bibliothèque. La danse. La danse.
زي ما احنا عارفين ان اللا دي اللي هي الارتيكل ديفيني اللي هي اداه المعرفه اللي بتدل على المؤنث اللي هي الالف واللام اللي هي اللا، انما الان دي اللي هي الارتيكل ان ديفيني اللي هي اداه النكره اللي بتدل على المؤنث. تمام يا شباب؟ يعني دي او دي ممكن تيجي في الامتحان بحيث ان الكلمه تدل على مؤنث ولا مذكر. بتاعت الامتحان ممكن تيجي في الاختيارات ان، او مثلا ممكن تيجي في الله، ويبقى في الحاله دي مختار لك ان لا الله لو الكلمه اللي موجوده عندي في بعض النقط مؤنثه. تمام؟ يبقى نشوف الكلام ده بعدين. بعد كده عندنا الفيرب الافعال. اول فعل معانا وهو ابيتي، تورني، prendre، indiquer، inviter، arriver. بعد كده عندنا adjectif et expression اللي هي الصفات والتعبيرات. أول صفة معانا وهي déguiser. هنا اللي بين قوسين ده المؤنث منها، يعني عايزين نجيب الصفة المؤنثة بنزود حرف الـ E. تمام يا شباب؟ يبقى ديجيزي، بيردو، عايزين نجيب المؤنث بنزود E. بعد كده فاصيل تمشي ماسكولان وفيمينان، تمشي صفة مذكرة في صفة مؤنثة لأن هي منتهية بالـ E. جينيالا، indispensable، pon ده اللي هو الماسكولا منها المذكر، انما pon نزود لها ال ان او كده اللي هي الصفه المؤنثه. تمام؟ يبقى pon لغايه ال ان دي ماسكولا، pon مؤنث اللي هي طيبه او جيده. بعد كده premier كده الصفه الماسكولا الصفه المذكره، وبعدين نجيب المؤنث تبقى كوميير، هنحوش الـ E R ونحط E أكسون جراف والـ R والـ E، هنحط هنا أكسون ونزود E في النهاية، يبقى كده الكلمة اللي نجيب الصفة المؤنثة من اللي هي كوميير، يبقى كوميير. ترو تار، ترو تار، إتر أون روتار، إتر أون روتار. وبكده يبقى حصة النهاردة خلصت. دي مجموعة الكلمات اللي هي في بداية الوحدة المقدمة. إن شاء الله نبتدي الحصة الجاية مع كلمات الدوس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.